خلونا بقى نروح لفيديو واول فيديو معانا. الحقيقه المقطع الفيديو اللي معانا ده حقق نسبه مشاهده كبيره جدا من المشاهده. الفيديو ده بقى فيه واحد بريطاني اسمه ادم، ده كان بينافس ان هو ياكل 3 كيلو من الفطير في قد ايه بقى؟ في 20 دقيقه، تلت ساعه يعني. عالمي طبعا. وادم ظهر اهو في مقطع الفيديو على يوتيوب وهو بياكل الفطير جوه محل فطير مشهور جدا في احدى المدن، وقدر ان هو ياكل 3 كيلو من الفطير الضخم في 18 دقيقه و41 ثانيه. خلونا نشوف الفيديو. لا والله، بعد ما كلت كل ده ادم، عايزه اقول لك انه مش باين عليك خالص، انت ما بتتخنش يعني، انت من الناس اللي هي بتاكل وما بتتخنش. وبصي بيشرب كمان كنز يعني من المشروبات الغازيه. ده انا الواحد لما بياكل يعني ربع فطيره نص فطيره بيبقى بيشرب كنز لوحدها. انت واخد 3 كيلو، انت 3 كيلو وبعدين ايه؟ وكنز واحده. انا لا شود مش مؤثرين ومش باينين وشكلك مش يعني، لا واضح ان هو رياضي يعني، واضح ان هو بياكل ويحرق على طول. طيب يعني بألف هنا. بس هل لو رياضي ياكل 3 كيلو؟ ما هو خلي بالك، هو انا بصي انا ما لو الترينر سمع كده ممكن يرفضه من الجيم ما يدخلوش تاني اصلا. لا بس هو جسمه فعلا حلو. بس سيبك انت من كل ده، انا اللي لفت نظري في الفيديو ان هو مع كل الفطاير اللي هو بياكلها دي شرب كنز واحده بس من المشروبات الغازيه. يعني ازاي؟ طيب هتلاقيه بقى هيكمل بالباقي عصير بقى ميه. راجل رياضي برضه، راجل مش هيقف عند حاجه. ادم واضح ان هو يعني ماشي في طريقه وعارف هو بيعمل ايه.